إرادة الله مش قصة إني عرفت الله وقريت عنه بالإنجيل كيف بيفكر. اختبرت اللي قريتهم وتحولوا مشروع بحياتي، وصار الله حاضر فيي بسلطانه، وصارت كلمتي حاملة سلطان بتغير، أو بعدني فقط ناكل خبر مثل بيقول نشرة أخبار. إرادة الله ما بدها تكون فقط معرفة عقلية، بدها تتحول عمل حياتي، وبدي تبين بأعمالي إنه فعلا أنا أنتمي إلى الله. إرادة الله ما بنقدر نتكهنها كيف تتجلى، بس نحن بالأمور العادية، قول أنا مثلا يوم بدي يا رب صلي الصبح، قول اليوم عندي هالقرارات بدي أعمل يا رب، شرف عليا، لأن الله ما إرادته ما بتلغي لي إرادتي أو بتمنع أنا أفكر وأعمل. تعا أنت اشتغل كل شيء، منه بي صالح، يعني مثل الابن عم بيقول البي وبي أنت قرر وأنت عمل كده، وين أنا عم بكبر أنا مع بي أو إنه بي أخذ مطرحي؟ أنا اشتغل وأطلب بركة الرب ببداية النهار، وأعرض له برنامجي وقل له عندك السلطة المطلقة على هالبرنامج، الغي اللي بدك إياه، فركش بدك إياه، أنا رح أشتغل، وكل شيء بيتفركش رح أعتبره من إرادتك. هيك تتجلى إرادة الله، وكل شيء بحسه تبارك رح أعتبره من إرادتك، هيك تتجلى إرادة الله إنه هذا مشروع بدوية. اليوم بدي جاهد أكشف إرادة الله، وبدي صلي ليالي، وهذا الجهد الرب بريده لأنت حتى لي يكبرني وينضجني. من هيك الجهد اللي من عينيه تنكشف إرادة الله مش بالحل السريع، هاي طريقة من طرق الله اللي بيعتمدها تيكبر الإنسان وينضجه. ما نخاف إذا الرب صلينا له مش دغري توضحت الأمور، نجاهد. بآخر النهار بقعد بقرة بنهاري شو بشوف إيد الله السهلت هون وفركشت هون، وساعتها بشوف الله كيف عم يتدخل. أنا سمح له إنه الإيمان منه علني، شيء داخلي الله بيزرع يقين. قبل ما الرب يبين لك بالعلن ويخليك تحصد الثمار، يزرع يقين بداخلك، واليقين هذا بيجي ثمرة صلاة توبة وانفتاح على الرب. ما بيجي هيك ساعتها، ساعتها في توبة بقلبك، الخطية دايما انت عم تحاربيها، سقطت مش مشكلة بس عم تحاربيها، وفي ايمان انا اؤمن فيك يا رب اسق عم نبش عليك، وبذات الوقت في صلاة، هالصلاة عم تربطني بالله دايما بحوار، ساعتها الرب يزرع يقين جوا. متى زرع هاليقين بتحسي من جوا خلص في شيء مولعك، ما مش لازم توقفي مثل محدلي وماشي، ساعتها شو ما طلع بتحسي انا بتكل على الله وبمشي وما رح وقف. مع الرب بتحسي في صعوبة عظيمة قدامك، بس بتحسي ماني خيفاني، مش فارقة معي، وبزيت الوقت اكتر اذا بدي روح، بس بفكرون الانسان مشعوط، بتحسي مبسوطة بالاضطهاد، انه انت عم تضطهدي كرمال شيء كتير مقدس وحلو، وما بتحسي زعلانة من اللي عم يضطهدك، بتحسي قلبك شافقك عليه، انه بتمنى توصل للي انا عم بختبره وعم حسه تحت لي تغير كل لهجتك اللي عم تضطهدني فيها. بينما اللي بيجي من ابليس اول كلمة بتحسي هريك وانفضح، يلي بتحسي اساسه منه صخر. الروح القدس توصل على مطارح بتحسيه كأن قاعد حدك عم يحكي، أوقات بتسمع الكلمة سمع بدانتك، الفكرة بتقطع بتحسيها كأنه حدا عم بيقلك إياها بداخلك من جوا. مش لأن الأغلبية ماشي بشغلة مثلا لازم امشي فيها، لازم إرادة الله. لو كنت وحدي حارب الأغلبية وامشي بإرادة الله. يعني اليوم بدي أتعلم مع يسوع أخذ كل اللي عم بيقاومه الله بهالحياة ويقاوموا مشروعه. وشو مشروع الله؟ حياة الناس، مشروع الله فرح العالم، خلودنا، عافيتنا، سلامنا، هذا مشروع الله، هاي إرادته. في كتير مقاومين لإله، الرب راح لهونيك وخضعها، كسر القيم بخضوعه لمشيئة بيو بهالصلاة الصغير، رب لا إرادتي بل إرادتك. دايما قلو بصلاتي مشيئتك لمشيئتي، ولو كان مشيئتك سيئتني على صليب، وانا بعرف كل صليب معك نهايته مجد، نهايته قيامي. مشان هيك بدي اتعلم حتى بالاوضاع الخشنه ومنا مريحه، قلو يا رب لتكن ارادتك ولا ارادتي.